كشف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي للرأي العام عن البيانات الحقيقية لملف الشهداء والجرحى وتعويضات المتضررين، معلنا في الوقت ذاته عن الأعداد الصحيحة التي تخللت إنجاز المعاملات في دوائر المحافظة. اتهموا المحافظة أن المحافظة تمشي معاملات لإرهابيين، يمكن سمعتوها هاي بالإعلام، ورسالة منكم ومن خلالكم لكل القنوات الفضائية، لكل القنوات الإعلامية، ولأهلنا بالجنوب ولأهلنا في شمال العراق، أنه هذا الحديث هو اتهامات باطلة سوقها البعض من المفلسين، من المغرضين، من الذين يبحثون عن مشاكل وعدم استقرار هذه المحافظات. التقرير الأمني طلعت عليه قبل كم يوم، شكلوا لجان أمنية ابتدأتها لجنة بأمر بالحكومة السابقة، بأمر من مكتب رئيس الوزراء، تشكلت من الأجهزة الأمنية برئاسة قائد العمليات وأجهزة أمنية أخرى، وأكملتها لجان أخرى أيضاً من الجهات العسكرية. العدد الكلي المدقق من للمعاملات المنجزة في محافظة الأنبار 41,000 وكسر. من ذول 41,000 فقط 6 إرهابيين، 6 أشخاص مرت معاملتهم بسوء تصرف قد من موظف أو سوء تقدير، فقط 6 من أصل 41,000 وكسر. أرجو أن يطلع الإعلام على هذه الملاحظة. عدد اللي عليهم أوامر قبض بتهم مختلفة، تهم جنائية وتهم اجتماعية عادية، مشاكل عادية، علي أمر قبض، مطالب ويا قرايبة، مطالب ويا عمه، مطالب ويا خالة، مطالب ويا قاع، مطالب إعلامياً، أي مشكلة من المشاكل. عدد الذين تم تشخيصهم وعليهم أوامر قبض فقط 293 واحد. تشابه الأسماء، تشابه الأسماء، كل العراق تلقى علي حسين، حسين علي، محمد جاسم، خليل إبراهيم، الأسماء متشابهة. اللي عليهم تشابه أسماء 2997 شخص.